هذا المؤتمر يبدأ الأول بطرح التصورات على الساحة العربية بأكملها، ويضع تصورات للمنهجية التي يجب أن نستعملها للتعامل مع الدراسات المستقبلية. ومتوقع أنه هيحدد محاور وموضوعات معينة. سيتلو هذا المؤتمر بقى ورش عمل متخصصة في هذه الموضوعات المتخصصة، ومنها إن شاء الله يبقى تنبثق بعض التوصيات إلى المسؤولين. التجاوب كبير جدا الحمد لله، ولأنه لا يخفى على أحد أن العالم العربي بيمر بأكبر أزمة في تاريخه. يعني الصورة حوالينا لما إحنا في مصر صحيح، والحمد لله في ثبات وأمان، إنما لما نبص لليبيا وللسودان والسودان الجنوبي والصومال واليمن وسوريا والعراق، أظن يعني الصورة واضحة إن إحنا بنمر بأزمة كبيرة جدا. في نفس الوقت لما نبص للثورة التكنولوجية اللي بتحدث في العالم كله والتي سنتحدث عنها بعد يومين، لنا أن نسأل كيف سنطوع هذه التكنولوجيا الحديثة، هذه الفرص الجديدة للشباب العربي ليصنع مستقبله بأيديه.